مع بداية عملية جني الطماطم الصناعية بسكيكدا، ظهر للعيان التراجع الكبير في المردود هذا الموسم، تراجع كان منتظرا يقول الفلاحون هنا بالنظر للظروف المناخية التي لم تكن مساعدة. راهي ناقصة، ماشي كي العوام الفايتة. نعم راه غالب خدمنا الشيء اللي قدرنا عليه ربي سبحانه العام اللي قال هكا، امال فتجيب 650 دركا العام هذا اللي يجيب 150 حتى 200 راه فلاح كبير خلاص. نعم القطار تاع الطماطم العوام اللي فايته القطار يجيب 650 حتى 700، درك القطار عادي يجيب 300 350، كاينين الناس ما يوصلوهاش، فلاحة صغار كيما نقولوا ما يوصلوهاش، اللي يوصلها درك ال 500 حتى 600 يوصل انسان ما عليهش، انسان كيما نقولوا قادر، عنده سوارد قادر وعنده تدعيم كما نقولوا من جهه خلاف، وحنا فلاحه صغار ما نقدروش. الفلاحون تحدثوا ايضا عن كثره الامراض التي لم يقدروا على مجاراتها بسبب غلاء الادويه. نحن هنا في منطقه شواد الكبير التي تصف بزراعه الطماطم الصناعيه، نقدر نقول العام تاعنا انه العام هذا طماطم جات شويه ضعيفه في الانتاج والمردوديه، وذلك لبعض الظروف المناخية التي أثرت عليها، من بينها الرطوبة، لأن العام جاء فيها الرطوبة بزياف وصبت الأمطار، بالإضافة إلى الأمراض المختلفة التي سيرت الطماطم من شهر مارس إلى يومنا هذا. إذن هو تراجع أضر كثيرا بصغار الفلاحين الذين وجهوا نداءات استغاثة قصد دعمهم الموسم المقبل حتى لا يتوقفوا عن النشاط بالمرة.